السلام عليكم. 8 أشكال سلبية لمكان السرير. أولاً، وجود نافذة خلف السرير. ثانياً، وجود السرير عند زاوية الغرفة. ثالثاً، السرير تحت جائز. رابعاً، السرير تحت سقف مائل. خامساً، وجود السرير مقابل حافة الجدار. سادساً، وجود مرآة مقابل السرير. سابعاً، وجود السرير مقابل باب الغرفة. وأخيراً، وجود السرير مقابل باب الحمام. هنجي لكل شكل من هالأشكال السلبية نناقشه ونناقش كيفية الحل له. أولاً، هو وجود نافذة خلف السرير. يفضل خلف مسند الرأس للسرير ما يكون موجود نافذة، يكون في جدار صد. الحالة الثانية هي وجود سرير عند زاوية الغرفة، هذا الشكل غير مفضل، وممكن يكون السرير بشكل شاقولي أو بشكل أفقي. الحالة الثالثة هي السرير تحت جائز أو هي العوارض السقفية. طبعاً إذا كان في عندي هيك مجموعة عوارض سقفية، ممكن الحال تبعها يكون بوضع سقف مستعار، أو إذا كان ممكن جائز أو جائزين، ممكن نحرص على أنه يكون الدهان تبعهم بلون السقف ما يكون بلون مختلف. الحالة الرابعة السلبية هي وجود السرير تحت سقف مائل. لا يفضل وجود السرير تحت سقف مائل. خامساً، وجود السرير مقابل حافة جدار. إذا كان في عندي جدار بشكل ما داخل غرفة النوم، يفضل أن لا يكون موجه حافة تبعه نحو السرير. سادساً، وجود مرآة مقابل السرير. طبعاً الحالة موجودة كتير من بيوتنا، ممكن تكون المرآة إما موجودة على بالبيرو، أو ممكن تكون موجودة على باب الخزانة. الحل تبعها هو يفضل قبل النوم، لأنه أثناء النوم بتكون الحالة السلبية تبعها كبيرة. يفضل تغطية المرآة قبل النوم، وإن كانت على خزانة ممكن نفصل لها ستارة بحيث نغلقها أثناء النوم. الحالة السابعة هي وجود السرير مقابل باب الغرفة. إذا كان السرير مقابل باب الغرفة هو شكل سلبي. إذا كان السرير موجود هون، ينصح أن يكون هون موجود مرآة، بحيث اللي يكون مستلقي على السرير يكون ويشوف يلي بده يدخل من الباب، وهذا الشيء بيزيد من الأمان داخل الغرفة. الحالة الثامنة هي وجود السرير مقابل باب الحمام. طبعاً وجود الحمام داخل غرفة النوم لا ينصح فيه تصميمياً، إذا كنا إحنا بمرحلة التصميم المعماري. أغلب التصاميم المعمارية العصرية أو الحديثة عم تكون الحمام تصميمه داخل غرفة النوم. يفضل أنه ما يكون الحمام داخل غرفة النوم. طبعاً كانوا الأبنية القديمة كان دائماً الحمام موجود بمكان مستقل عن المنزل وبعيد عن غرف النوم. إن كان موجود الحمام في غرفة النوم، يفضل أنه ما يكون الباب مباشرة مع بخط شاقولي مع أو بخط أفقي مع السرير، وممكن نحن بعد السلب. هيك بنكون نحن ناقشنا 8 حالات أو 8 أشكال سلبية لوجود السرير وكيفية التعامل معه. لمزيد من المعلومات اشتركوا معنا بالدورة المتكاملة فلسفة طاقة المكان. يعطيكم العافية.